الخير واهلا وسهلا فيكم بسحب جديد لللوتو اللبناني لليوم الخميس 28 نيسان 2022. بالعاده بيقولوا عقبال المية، مع اللوتو اللبناني سبقوا قلنا عقبال المية ورجعنا قلنا عقبال الالف، واليوم صرنا بالسحب رقم 2000 مش قليل. شو بدي بالأرقام؟ أنا بدي أقول عقبال ما نضل مستمرين وقادرين نربح أكبر عدد منكم ونفرح قلوب ناس كتار ونغير لهم أوضاعهم المادية بفضل لالي بانيس دي جو واللوتو اللبناني. طبعاً أنتم عليكم تكونوا مشتركين معنا إن كان بشبكة أو بأكثر لحتى تضاعفوا فرصكم بالربح، والباقي علينا. وبرجع بقلكن معنا ما في شيء مستحيل، إذا مش التنين الخميس على الأكيد. جوائزنا لليوم رح تكون موزعة على الشكل التالي: بالمرتبة الأولى 3 مليار و665 مليون و597 099 ليرة لبنانية على الأد. إن شاء الله اليوم بنقول مبروك لرابح بها المرتبة يا رب. بالمرتبة الثانية ما في تراكم بما أنه ربحت بالسحب الماضي، والجائزة بتبلش حوالي 250 مليون ليرة تقريبا. أما زيد اليوم السحب سبيسيال وقيمة الجائزة 75 مليون ليرة. بالتوفيق لكل يلي مشتركين معنا. قبل ما ننتقل للمكنة بدي رحب أنا وياكم بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية موجود معنا اليوم أستاذ وسام جوني. مساء الخير وسام. مساء النور، كيف صحتك؟ الحمد لله. رح ننتقل رأيك فورا إلى المكنة ونبدأ مع سحب اللوتو. طابات ال 42 عم ينخلطوا مباشرة قدامكم على الهواء، ورح نشوف تركيبة مؤلفة من 7 طابات. منبلش مع أول طابة أو رقم 11. الطابة الثانية عشرة، وورا بعض 10 11. الطابة الثالثة 34. الثمانة وثلاثين الطابة الرابعة، حلوين. الطابة الخامسة 8. الطابة السادسة 21. بقى عنا الطابة السابعة الإضافية المخصصة للجائزة الثانية ورقمها 7. اكتمليت سري لوتو لليلة. هودا هن الأرقام يلي اخترتهم المكنة للسحب رقم 2000. إن شاء الله أكبر عدد منكم يكون لاعب هودا الأرقام يلي عم ترجعوا تشوفوهن مرة جديدة وراي على الشاشة. هلأ رح نتابع أنا وياكم مع سحب زيد. إلى المكنة مع زيد. الرقم ألف من 5 طابات، 5 بوكالات بالماشين. منبلش أنا وياكم مع الطابة الأولى ورقم 5. الطابة الثانية 2. الطابة الثالثة 0. 0 عن جديد. الطابة الرابعة والطابة الخامسة والأخيرة رقم 7. 70025 70025. هيدا الرقم الرابح لسحب زيد لليلة. بذكركم انه الرقم موجود تلقائيا باعلى شبكاتكم، رقم زيد. انتم عليكم تكونوا دافعين زيادة لحتى تشتركوا بالسحب ويكون في كلمة وي باعلى الشبكة، واذا بتصيبوا الرقم بتكونوا من الرابحين. من بعد ما شفنا انا وياكم ارقام اللوتو ورقم زيد رح نتوقف مع بريك قصير وبنرجع لكم مع التابلويات. لاقونا. شيء
مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم، رجعنا معكم لحتى نتابع القسم الثاني من سحبنا وصار وقت النتائج. الجواب صار بالرجيبه انه نعلنوا انا وياكم مباشره، نعرفوا مباشره على الهواء. قبل ما ننتقل للتابلويات بدي اقول الف مبروك لرابح معنا بالسحب رقم 1999 احمد حلال، مبروك لك، ربح معنا بالمرتبه الثانيه 200 مليون ليره نقدي من اللوتو اللبناني. اليوم رح ارجع كرر، المرتبه الاولى 3 مليار و665 مليون، الثانية حوالي 250 مليون وزيد 75 مليون ليرة. هل رح نقول مبروك بالجوائز الأساسية الليلة؟ نعرف أنا وياكم من بعد ما نتأكد من أرقام اللوتو الرابحة مع أستاذ وسام. تفضل أستاذ وسام. سحب اللوتو رقم 2000 لنهار الخميس 28 نيسان 2022، الأرقام الستة الأساسية 11 10 34 38 8 21، والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية 7. شكرا بسام. هل هالأرقام يلي اخترتهم المكنة كان وجهن خير على حدا منكم أو حدا لعبهم؟ خلونا نشوف أنا وياكم الجواب بالتابلو. المرتبة الأولى لليلة، في ولا ما في؟ ما في مرتبة أولى، ولكن ألف مبروك في شبكة واحدة لحالة تربح مبلغ 250 مليون و833 ألف ليرة. ألف 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 مبروك، وعقبال ما يوصل الدور للجميع حلوين وبيفشوا الخلق. المرتبة الثالثة في 8 شبكات، كل شبكة منهم بتربح ليكو قدية 14 مليون و762 ألف و250 ليرة لبنانية. بالمرتبة الرابعة في 545 شبكة، كل شبكة منهم بتربح 216 ألف ليرة. وبالمرتبة الخامسة 8769 شبكة، كل شبكة بتربح 32 ألف ليرة. بدنا نعرف أنا وياكم من وين ربحت الشبكة بالمرتبة الثانية. ستار لاين الغبيري، مبروك، ان شاء الله بتتهنوا بالمبلغ اللي صار لكم من لا ليبانيز دي جو. رح نتابع انا وياكم هلا لنشوف تابلو زيد، ولكن قبل بدنا نتاكد من الرقم الرابح مع استاذ وسام مجددا. تفضل وسام. سحب زيد رقم 2000 لنهار الخميس 28/4/2022، حمل الرقم 70025. 70025 موجود بشبكاتكم. خلونا نشوف بالتابلو إذا في رابح أو ما في رابح لليلة للجائزة اللي قيمتها 75 مليون ليرة. مرتبة أولى، ما في مرتبة أولى. كل شبكة بتنتهي ب 0025 بتربح 900 ألف ليرة، كل شبكة بتنتهي ب 025 بتربح 90 ألف ليرة، وكل شبكة بتنتهي ب 25 بتربح 8000 ليرة. طبعاً الجوائز كلها مضاعفة بما إنه السحب كان سبيسيال، وعلى ما يبدو باقي سبيسيال للسحب اللي جاي. خلونا نعرف أنا وياكم هلا بالنسبة لسحب نهار الاثنين إن الله راد، قد إيه رح بيكونوا الجوائز؟ الأولى من ربحت أستاذ وسام، قد إيه رح بتصير؟ الأولى حوالي 4 مليار. والمرتبة الثانية مثل اليوم 250 مليون وزيد باقي سبيسيال. شكرا لحضورك معنا الليلة أستاذ وسام. إذا مشاهدينا مثل ما سمعتوا، المرتبة الأولى بعدها عم تتراكم، وأنتوا ضلوا عم بتكتروا شبكاتكم. ما حدا بيعرف أمتين بيبرم دولاب الحظ مع اللوتو اللبناني، يمكن يصيروا من نصيبكم بمجرد ما تقطعوا شبكة واحدة. وبرجع بكرر، أكثر من شبكة ما بيضروا، زيادة الخير خير. ما حدا بيعرف، يمكن تنقش معكم من شبكة ويمكن من أكثر من شبكة. رح أرجع أذكركم كيف تقدروا تلعبوا من جميع نقاط بيع ألعاب لليبانيز دي جو عبر 1020 SMS. طريقة سهلة، بتبعتوا أرقامكم الستة فرق سبيس بيناتهم، أو إذا حبيتوا أنه العشوائي يختار لكم أرقامكم بتبعتوا كلمة QP. وطبعا قادرين تلعبوا أونلاين من الويب سايت www.lldj.com أو الأبليكيشن LLDJ. الطرق عديدة، عليكم تكونوا مكترين شبكاتكم وتلاقونا. ما حدا بيعرف، برجع بقلكم هالجائزة يمكن تكون من نصيبك أو من نصيبك، وإذا مش التنين الخميس مع اللوتو اللبناني أكيد. أنا برجع بطلع عليكم الأراضي نهار التنين، لاقونا على الساعة 7:30 من خلال شاشة الـ LBCI. إلى اللقاء.